أحسنوا والرحمة الغراء دوما عاليا لا تحزنوا والله للمظلوم عون للتقى والله ينصر كل نفس راضية لا تحزن. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل المهم كان مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، نسعد في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام مع المدير العام لقناة الرحمة الفضائية الأستاذ محمود حسان. أهلا وسهلا. أهلا بك يا زملاء، سعداء بحضرتك. إحنا أسعد، ربنا يكرمك. بعد غياب طويل وعودة للهواء مباشرة والحضور على الهواء والحديث مع مشاهدينا الكرام في كل مكان على الهواء مباشرة، الحمد لله. سعداء بحضرتك، ربنا يكرمك وكل عام وحضرتك بخير. الله يكرمك. في البداية حضرتك يعني كلمة بتحب توجهها لكل مشاهدينا الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهنئ بداية الأمة الإسلامية عامة والشعب المصري الحبيب خاصة بعودة جميع القنوات الدينية، وهذا بفضل الله أولا، ثم بفضل دعاء المخلصين يعني الصادقين طيلة هذه يعني الفترة السابقة، وطبعا وبفضل الثورة المباركة الذي حدثت في مصرنا الغالية في الأيام الماضية. جميل، هنبدأ مع حضرتك أستاذ محمود، وأنا بقول لمشاهدينا الكرام إحنا في انتظار هذا اللقاء، لقاء مفتوح مع حضراتكم، نحب يبقى فيه تواصل بين أحبابنا في كل مكان، بين مشاهدينا والمشاهدات في كل مكان مع الأستاذ محمود حسان. عايزين نتكلم ويبقى فيه حوار ودي سويا مع بعض على الهواء مباشرة، نتكلم مع بعض، نسمع اقتراحاتكم وأراءكم إن شاء الله تبارك وتعالى طوال هذه الفقرة بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يجعل في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. هنتكلم مع حضرتك في البداية أستاذ محمود عن المراحل التي مرت بها القناة خلال عام 2010. والله يا أستاذ ملهم، يعني أنا شايف 2010 يعني كان في أحداث كثيرة، وسبحان الله يعني أنا الوقت لما بعد أفكر في الأيام الماضية أقول فعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم لا تحسبوه شرا لكم. يعني الواحد بيقف يعني أمام الأحداث التي مرت في طيلة العام الماضي بالكامل وقول سبحان الله، يعني الواحد يعني سيناريو أو حاجات محطوطة، فعلا الإنسان يعني لا يتعجل، لا يغضب من أمر الله عز وجل. يعني هي بتبقى فترات يعني قلة إيمان وعجلة، ولكن فعلا سبحان الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طبعا حضرتك يعني هي أيام مش عاوز أفكر بها المشاهدين، وأنا بصراحة شخصيا على المستوى الشخصي أنا عاوز أنساها، لأن كانت أيام مؤلمة وأيام عصيبة جدا، وأيام يعني الواحد فيها سبحان الله يعني مش عاوز يعني نتكلم فيها، ولكن أحداث لابد أن يعني في نفس الوقت ودا يعني ليس تناقض تكون محفورة في الأذهان. هي في النقطة دي أنا عايز بس أوضح شيء لحضرتك أستاذ محمود وأيضا لمشاهدينا. أنا أعتقد أن في هناك أمور تمت وحدثت الأيام الماضية والعام الماضي جعلت البعض من المشاهدين ممكن يشوف القناة أول مرة لموقف حدث. يعني أنا أعلم جيدا وسمعت الكلام ده في تلفونات شخصية أن في كتير جدا من المثقفين على وجه التحديد ما كانوش على دراية بقناة الرحمة، أو ما كانوش بيتفرجوا وبيشاهدوا قناة الرحمة، ولكن في حد منهم قال لي أنا بمجرد ما رأيت الشيخ محمد حسان في ثورة 25 يناير وبلوه موقف رائع وعلى شاشات الفضائيات ويتكلم ولا يخشى في الحق لومة لائم ويقول بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فأنا لازم أشوف قناة الرحمة، لازم أشوف القناة اللي بيشرف عليها الشيخ محمد حسان. فإحنا اللي بنقوله هذه تذكرة لمن أتى إلينا، لمن أتى إلينا وشاهدنا يعني لأول مرة، فإحنا بنقول ونوضح تواريخ مهمة وأشياء ومواقف مهمة لكل المشاهدين في كل مكان. النقطة حضرتك اللي أنت أثرتها الوقت بخصوص الثورة والشيخ محمد، أنا لابد أن أرجع لها مرة ثانية، يعني هقف عندها وقفة، ولكن يعني لما أسرد الأول تاريخ القناة، ولكن يعني في أحداث مهمة جدا حصلت أو في هذا الموقف بالذات لازم أوضحه وأبينه بطريقتي أنا الخاصة،
وانا يعني لست شيخا ولست يعني ولا مفتيا ولا ان انا لي راي ملزم مثلا، ولكن انا من واقع عملي ومن واقع تجربتي ومن واقع الفقه الواقع اللي احنا عايشين فيه من اللي احنا تعلمناه من مشايخنا ومن دعاتنا يعني. فان شاء الله نرجع للسؤال ده يعني مره ثانيه ان شاء الله. اما يعني موضوع القناه، طبعا انا لا انسى بتاريخ 14/5/2010 وانا داخل المكتب الصبح لقيت يعني فاكس من النايل سات يعني بيخبرني ان هم هيقطعوا البث في 20/5 من المجلس السمعي والبصري في فرنسا، والامر اللي احنا عنده اللي عليه هو اي طبعا احنا نتبع النايل سات، ولكن هذا الامر يعني النايل سات المصري مأجره من اليوتيل سات الفرنسي، فاليوتيل سات الفرنسي هو اللي له الهيمنه والسلطه عليه. فبعت لهم فاكس قالوا قناة الرحمة يعني برنامج في فلاني تكلم عن اليهود أو فإحنا الأمر معروف للجميع فسوف نقف البث في 20/5/2010. فطبعا يعني وتم فعلا قطع البث يوم الاثنين 24/5/2010 ده اللي هو الأول أول مرة. وسبحان الله يعني أنا يعني بقول دايما يعني نبتة الخير لا تجزع يعني تقطع أبدا يعني الشجرة الخير المثمرة مهما رجمت بالطوب ستظل تثمر والله. جميل يعني ستظل تثمر. وأنا بفضل الله يعني شوف حضرتك الرحمة نطلع باسم الرحمة من الأردن حربونا قالوا لا غير الاسم نسائم الرحمة حربونا الروضة. يعني أنا بقعد أقول يعني كمراحل كتيرة جدا مرت بس سبحان الله يعني زي ما أنا بقول لحضرتك بفضل الله يعني هما يريدون شيئا وسبحان الله يريد شيئا والله متم نوره ولو كره الكافرون. فبفضل الله يعني مراحل كتيرة مرت القناة ومش عاوز أطول لأن أنا طالع للمشاهدين يعني أتواصل معهم والحمد لله بفضل الله يعني إلى أن تم القطع مرة ثانية من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في 19/10/2010 وأنا الآن والمشاهدين كلهم الآن عرفوا أن هذا القطع كان لأسباب إحنا لا كنا نعلمها ومش عارفين إيه الأسباب الحقيقية، ولكن أنا بعد الثورة المباركة تم معرفة الأسباب الحقيقية إيه وتعرف مين اللي كان سبب القطع ومين اللي كان مانع هذا الخير، ولذلك يعني شوف هذا جزاء سبحان الله. وانا اخت فاضله بتكلمني وما اكثرهم بصراحه تقول يعني احنا من يوم ما القناه اتقطعت واحنا كنا بنقول دايما دعاء في قيام الليل اللهم ارنا فيهم يوما اسودا سبحان الله وسبحان الله وقد يعني تحقق في الدنيا واهو ونسال الله العفو ومش والعافيه ومش بعيد يعني ما عدناش كتير فالظلم عواقبه وخيمه الظلم ظلمات يوم القيامه والظالم هيشوف ظلمه في الدنيا قبل الآخرة يعني الظالم هيشوف ظلمه في الدنيا قبل الآخرة. فدي رسالة للكل للكبير والصغير وكل البشر على وجه الأرض دي رسالة فعلا يعني هتروح فين نسأل الله السلامة فأين تذهبون مش رايح هتروح فين آخرك فين وهتجمع المليارات اللي كنا بنسمع المئة ألف ومليون ما أنا بقول إحنا كنا في وهم كنا في وهم كبير والله. وهم كبير جدا يعني الآن الشعب المصري تهبل كل اللي بيسمعوا مليارات يا نهار أبيض إيه ده وبعدين مليار كأنه يعني الواحد هياكل إيه هي إيه يعني أنا معلش هتاكل 100 طقة هي طقة واحدة اللي بتاكلها هلبس 100 بدلة ولا 100 جاكيت ولا 100 قميص هو قميص واحد هي جزمة واحدة فسبحان الله الحمد لله. وعادت القناة بفضل الله يوم الأحد 13/2/2011 بفضل الله يعني بعد الثورة المباركة التي أحدثت التغيير ليس في مصر وحدها ولكن في شتى أنحاء العالم وده اللي خلى كتير من زعماء العالم ووكالات الأنباء تتحدث عن الثورة المباركة. أنا بس قبل وأنا في الجزيرة عشان ما انساش يعني أنا أحب أن أوجه شكر الجزير لإخواننا في شركة النور سات بالأردن يعني المهندس عمر محترم. شوطر والأستاذ مروان التل الرئيس يعني التنفيذي الرئيس والنائب. التنفيذي والنائب بصراحة ربنا يبارك فيهم وقفة يعني صادقة ومحبة للخير وكانوا واقفين مع القناة وبجانب القناة فعلا ويعني مدوا يد العون بكل ما يستطيعون
ولما يتصل بي يعني من قرابة لما غيرت اسم الروضة إلى الرحمة هم خطبوا الجهات الفرنسية وخطبوا كذا وقال لي احنا انت ممكن عاوز تنقل الوقت على اسمك الحقيقي الرحمة احنا مستعدين. فكنت سعيد جدا ولذلك لم يعني ما فكرتش قلت له حالا لأن الرحمة في قلوبنا طبعا يعني وسط فعلا بإذن الله إن شاء الله. يعني فعلا لها مذاق خاص ولها طعم خاص يعني حتى الواحد يا شيخ والله يعني أنا بستريح نفسيا يعني ما عملنا كده القناة هي القناة ولكن يعني اللوجو ده اللي بحس فيه بشمخة وفيه بعزة الرحمة يعني شوف رحمة وعزة فالواحد يعني لا وأنا أتذكر لأول يوم لما كنت في الأردن ولما مجرد لوجو الروضة طلع على الشاشة تذكر كان الشيخ محمد موجود في المكتب عند حضرتك جوه وقال أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من اسم الرحمة طبعا أسأل الله ألا يحرمنا والله كان الشيخ فضل دعاء دائما يعني بفضل الله يعني وكلنا ولكن احنا بنقوله يعني زي ما علمنا الشيخ محمد وقال يعني ايه لا يجب يعني ما ينفعش ان احنا مش عارف اتكلم يعني زي الشيخ ما ينفعش ان احنا المية لو وجهتها صخرة هتروح هنا وهنا مش هتقف مش هتصد في الصخرة توقف فلازم كنا نعمل كده نجري ونروح هنا ونيجي كده بدام هدفنا الخير ونوصل الخير بحق الحمد لله للأمة الإسلامية كلها فأنا كنت واثق بالنصر وبأن ربنا إن شاء الله يعني الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. لك رسائل عايز حضرتك توجهها أولا للشباب شباب ثورة 25 يناير راك عايز توجه رسالة مهمة جدا حضرتك قلت عليها لازم توجهها للجيش وللشرطة ونبدأ بالشرطة رقم واحد لأن دي فيها محك مهم وحستأذنك بعد الاتصال نستقبل مداخلة مهمة معنا الحبيب الراجل الجميل اللي هنسمع كلامه ودايما بيبقى قريب لقلوبنا بكلمات البسيطة المعبرة الحاج إيهاب السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته يا أستاذ ملهم. عم الحاج إيهاب إزي حضرتك؟ الأستاذ ملهم الغالي المحترم الله يكرم حضرتك يا رب أسأل الله ربنا يبارك فيك ويحفظك ورعاك يا حاج ملهم يا رب وأستاذ ملهم يا محترم آمين يا رب الله يكرمك حاج إيهاب واسمح لي أخص التحية بأغلى شخصية عندي الأستاذ محمود حسان ربنا يخليه ويبارك فيه يا رب ويديله العمر الطويل الله يبارك فيك يا حاج إيهاب يا حبيبي يا شيخ محمود أنا مش هقول لك حاجة بس غير الشيخ محمد أطلق عليك الجندي المجهول لا أنا أحسن اسم اختاره لك الشيخ محمد الجندي المجهول أنت فعلا الجندي المجهول يا شيخ محمود ربنا يكرمك حاج إيهاب الأول يا أخوي أنا ببارك لك وأقول لك ألف مليون مبروك على قناة الرحمة ولا والله يا شيخ محمود كان نفسي أقول كلمة من زمان عايز أقول لك قناة الرحمة ديت حياة 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 الحمد لله كلمة الرحمة ديت حياة نعم يعني أنت لما غيرتوا قناة الرحمة وسميتوها الروضة الناس كلها بتقولش الروضة بيقولوا برضه قناة الرحمة نعم صحيح احنا يعني قناة الرحمة ديت ربنا سبحانه وتعالى جعلها نور لينا وللأمة كلها الحمد لله قناة الرحمة ربنا سبحانه وتعالى جعلها لينا رحمة للناس الحمد لله رب العالمين كان زمان يا شيخ محمود كان زمان يقولوا الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان الناس كانت بتقطع بعضها عشان تشوف الشيخ فلان تخيل قناة الرحمة النهاردة بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله في بيوتنا ليل ونهار في قلوبنا على طول معانا على طول معانا في الحدث معانا في اليوم بيوم ومعانا بالساعة بساعة معانا عندنا آيات الرحمة وعندنا النصيحة وعندنا الفتاوى وعندنا الاستغار وعندنا للعلماء وعندنا انا ما شاء الله شهود بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي قناة الرحمة ديت حياة انا مسميها حياة هو تعبير جميل يا حاج إيهاب والله تعبير جميل ورائع بسم الله يا استاذ ملهم دي حياة تعبير جميل فانا بحييكم وبدعو لكل قناة الرحمة واخص الدعاء بالشيخ محمود ربنا يبارك لك يا شيخ محمود ويعزك ويعز مدارك وانا بضيف على كلمة الشيخ محمد انت فعلا الجندي المجهول يا شيخ محمود ربنا يكرمك حاج إيهاب وجزاك الله خير انت الوش السامح انت الكريم انت يعني انت المحب يا شيخ محمود انت الذي ربنا سبحانه وتعالى اسال الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في ولادك ويديك العمر الطويل ويخليك شيخ محمود ويديك العمر الطويل يا رب الله يبارك فيك يا حاج إيهاب جزاك الله خير يا حاج إيهاب ربنا يكرمك ربنا يكرمك يا حاج إيهاب ومنور دايما بكلامك الجميل انا شيخ محمود بخص التحيه للاستاذ ملهم المتالق دايما الله يكرم حضرتك الاستاذ ملهم اكتشاف الاستاذ محمود حسان ولكن هو يعني غطى على حاجه واحده حسان كمان ربنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك فيكم طولت عليكم شكرا جزيلا لك واسمحوا لي ان اقول ربنا يبارك في قناة الرحمه أمين. ربنا يبارك في قناة الرحمه وفي العلماء الافاضل امين يا رب وربنا يخلينا قابل فضيله الشيخ محمد حسان واخر حاجه اقول لك يا شيخ محمود انا بحبك في الله وربنا يخليك لينا وانا مش عارف اديك حقك ولا اقول لك اي حاجه ربنا يكرمك شكرا يا حاج إيهاب ربنا يبارك فيك الله يكرمك اتصال اخر السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. وحشتونا والله العظيم. ربنا يكرمك ويرفع قدرك. وربنا يخليك والله إنه أحبكم في الله. ربنا يحبك. ما تصدق أنا أقول لحضرتك على حاجة، أنا مش قادر أوصف لك الفرحة اللي الشعب المصري مش هقولك الشعب الإسلامي كله في والله العظيم بعودة قناتنا الحبيبة. قناة الرحمة ورسائل الرحمة ورضا كله كان تبع أهم حاجة اللي كان تبع الشيخ محمد حسن والشيخ محمود حسان. صحيح. الله يكرمك يا أخي. أكلم أبو مهند لو سمحت. ربنا يكرمك. ربنا يخليك ابو مهند. انت جيت على اصغر واحد. والله انا اصغر واحد للشيخ محمد حسان كان في حلقه المشربيه. كان كلمه مع الحاجه. اه ربنا ما شاء الله ربنا يكرمك. فكان كلمه فعشان كده انا سميت مهند على فكره. ما شاء الله. انا عندي ليا الشرف ان انا سميت مهند. ربنا يبارك لك فيه ويجعله من الصالحين. ربنا يخليك يا ابو مهند يا رب. الله يكرمك. وربنا يبارك لك. على فكره انا عندي احمد بس انا بتفائل باسمه مهند والله من يوم ما سمعت اسمه مهند. هو مهند جميل واسمه جميل. ما شاء الله عليه. ربنا يبارك لك يا رب يا اخي محمود يا رب والف الف الف الحمد لله على السلامه. الله يبارك فيك. كم اشتقنا اليكم والله العظيم والله العظيم كم اشتقنا اليكم والله. ربنا يكرمك يا وربنا يبارك لنا فيك وفالي حسان جميعا يا رب. جزاك الله خير. وينصركم والله العظيم. وكان عندي يقين وكان كنت لما كل ما اتصل والله العظيم عندي يقين اقول له انا مات نصر الله ان نصر الله قريب والله العظيم. الحمد لله. وجاء نصر الله والحمد لله. الحمد لله. والاسلام بخير. وكنت كل ما اكلم الاخ ملهم اقول له الاسلام قادم الاسلام قادم. وفعلا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اللهم اعزنا بالاسلام واعز الاسلام بنا ان شاء الله يا اخي. يا رب الله يبارك. وجزاك الله خيرا يا اخي. شكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. نعود رسالة حضرتك ل طبعا أنا يعني أوجه رسالة وكأن انطلاق قناة الرحمة كانت انطلاقة مع انطلاقة الثورة ثورة 25 يناير. هذا الشباب المبارك يعني من كل أطياف مصر يعني ولا أخص يعني كل أطياف مصر وكل شباب مصر سواء وكل شباب شيوخ مصر ونساء مصر وأطفال مصر الكل كان موجود. يعني طب أنا يعني بقول وكأن قناة الرحمة يعني كانت تنتظر ثورة لتعود مرة أخرى. ولكن كل شيء بتقدير الله عز وجل. يعني كل شيء بتقدير الله عز وجل. ده بداية. ويعني أحيي ويعني أبعث رسالة عزاء لضحايا وأسر الشهداء. نسأل الله أن نتقبلهم عنده في الشهداء. آمين. بأن ربنا يتغمضهم عنده في جنات النعيم وأن يصبر آباءهم وأمهاتهم. نعم. فدي طبعا كانت يعني مهمة. والرسالة المهمة يعني برضك يعني من مميزات الثورة أن أفرزت معدن الشعب المصري. يعني هذا الشعب العظيم يعني فعلا الواحد بيفتخر انه مصري والحمد لله مش من دلوقتي ولكن يعني هذا البلد وهذا الشعب الطيب صاحب القلب الكبير يعني هذه الثورة افرزت فعلا مدى تلاحم الشعب المصري ومدى يعني عظمة الشعب المصري في حاجات كتيرة اتعملت مش عايزين نكرر الكلام لانه الكلام اتقال كتير. فدي بفضل الله دي مميزات هذه الثورة يعني. وأما الرسالة اللي أنا عاوز يعني أوجهها لكل الشعب يعني إخواننا في الشرطة يعني لابد وأيضا إحنا بنقدم التعازي للضباط الشهداء مهم جدا لأن كتير بيغفل عنها لأن كله بيقدم دايما الرسالة تقديم تعازي لشهداء ميدان شباب شهداء ميدان التحرير ومحدش بيقدم التعازي لشهداء الشرطة. لا هم طبعا كل واحد يعني هم من ضمنهم لأنه من شباب مصر يعني. فأنا بقول لإخواننا الشرطة يا جماعة يعني كانت تسهر الليالي لحفظ الأمن في البلد وهم من إخواننا جميعا سواء ضباط وعساكر على في كل المجالات فيهم ناس أفضل جدا. صحيح. زي ما فيه في الشعب ناس في ناس كويسين وفي ناس سيئين في جوانب سيئة وفي جوانب مضيئة أو إيجابية. فضل الله يعني إحنا يجب أن يعني نتسامح يتم التواصل والتعاون ونتسامح معهم. فيما بيننا ونغفر لبعضنا يعني ما نقفش البعض ودول أهلنا وإخواننا وأبائنا بفضل الله فيهم ناس أفضل جدا وأنا يعني على علاقة كتير بيهم يعني أعرف ناس بفضل الله والله يعني ما شاء الله من قوام الليل وصوام النهار وناس على قدر كبير جدا من الدين. فبفضل الله يعني يا جماعة دي بلدنا ولا بد بالتعاون معهم زي ما شاء الله التلاحم الجميل مع أفراد الجيش هو ده الشرطة لازم تكون كده
يعني زي ما الشعب كان بيقول الشعب والجيش إيد واحدة، نفس القصة الشعب والشرطة إيد واحدة، لأن بدون الشرطة ما فيش شعب، وبدون الشعب ما فيش شرطة، وزي ما فيش جيش برضو بدون الشعب فيش شرطة جيش، وبدون الجيش ما فيش شعب. إذن نقول الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة، إحنا كلنا مصريين وكلنا ولاد بلد واحدة وكلنا يعني أصحاب دين واحد، وإن تفرق الأديان سواء مسلم سواء مسيحي في النهاية خالص بيجمعنا هذا الوطن، هذا البلد المعطاء، وهذا البلد يعني أنا بفضل الله الكل بيحب مصر حب يعني بدون حدود. فعشان هذا البلد لابد ننسى ونعمر مصر بقى بإذن الله، ونبني مصر يعني إن شاء الله. يبقى الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة، وأيضا في قناة الرحمة المذيعين كلهم إيد واحدة. طبعا ناخد اتصال من الحبيب والموفق دايما في برنامجه المتميز الذي يعرض كل يوم جمعة مع برنامج مع الشباب، والموفق دايما الحبيب الأستاذ عمر الحنبلي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون يا عم عمر واسمعنا بالتلفون. السلام عليكم. أنا أولا في الحقيقة طبعا بسلم على الأستاذ ملهم وبحييه وأقول له عودا حميدا، ربنا يكرمك. ومن ثم أهني الأمة الإسلامية والشيخ محمود حسان بمناسبة عودة البث المباشر للقناة، وأقول أسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا هذه النعمة. آمين. وأن يجعل الرحمة دائما منارة عالية خفاقة تنير سماء الفضائيات بالعلم المصفى دائما بإذن الله عز وجل. آمين. في الحقيقة أنا اتصلت لأمرين. الأمر الأول أهني الشيخ محمود وأهني الأستاذ ملهم وعموم المسلمين، وأقول له الأستاذ محمود إن في رسائل كثير بتوصلنا من المغرب إن القناة لا تصل إلى المغرب، في بعض أماكن في المغرب كثيرة يعني، فعشان كده بكلفوني أنا أبلغ حضرتك، وإن يا ريت القناة يكون لها تردد آخر أو إن التردد يعني ده يكون يقوى يعني. التردد اللي إحنا القديم بتاع القناة اللي هو 1249 اللي أنا القناة تعمل عليه اللي بفضلك أنا بشوفه الأول. العرب سات التردد 1249 واخواننا في في الكنترول ينزلوه على الشاشه 1249 بفضل الله، ده القديم الاولاني، ده يعني اخواننا في المغرب بيشوفوه في الجزائر، وده افضل من الاول يعني. واوسع. نعم ان شاء الله. الامر الاخر ايضا بقول لحضرتك ان لما جه خبر العوده، خبر عوده البث المباشر، كلمني اليوم الدكتور ابراهيم الفقي وقال ان شاء الله ان هو هيكون معنا الجمعه القادمه في حلقه خاصه برنامج مع الشباب للاحتفاليه بعوده البث المباشر مع مشاهدينا الكرام باذن الله عز وجل. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يديم الرحمه علينا دائما مناره عاليه يا رب. اللهم امين. واذا من هنا ومن في هذه الساعه المباركه بندعو كل المشاهدين، كل محبي قناة الرحمة وكل الشباب والفتيات يتابعوا برنامج مع الشباب والدكتور إبراهيم الفقي. نسعد به دكتور إبراهيم ونتعلم منه دايما، وإضافة قوية في قناة الرحمة وبرنامج مع الشباب دايما إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للزميل العزيز عمر الحنبلي. ناخد اتصال مهم. احنا بنقول دايما وفضيلة الشيخ بيقول على الأستاذ محمود حسان الجند المجهول في قناة الرحمة، ناخد الجند المجهول في المؤسسة الأزهرية الحاج أحمد أنديل. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. زي حضرتك تنور بالوش الجميل الشيخ محمود ده. الله يكرمك يا زحمة. احنا متعودين منه في شهر رمضان، بس ده برضك الحدث ده كبير جدا بقى، خير علينا كلنا. الله يكرمك يا زحمة. متعودين نشوف الوش الجميل ده كل في بداية شهر رمضان، بس ده حدث جميل. ربنا يكرمك يا زحمة وجزاك الله خير. الشيخ محمود انت الاجمل يا زحمة. انت بتقول الشباب من شوية ثورة وبتاع، وانتوا ثورة في عالم الدعوة ما شاء الله. الحمد لله يعني أكرمك. الحمد لله كده انتوا ثورة في عالم الدعوة. انتوا الدعوة يا زحمد، انتوا الازهر، انتوا الدعوة، وبتعلم منكم يا مولانا. والله ماشيين في حسك، انتوا الاساس يا شيخ احمد. احنا ماشيين وراك يا شيخ محمود. ربنا يكرمك يا زحمد. ربنا يخليك يا رب، ودايما كده في مزيد. ربنا يبارك فيك وجزاك الله خير. وسلمنا لفضيلة الشيخ ومبارك له. الله يكرمك يا زحمة. ربنا يخليك يا شيخ محمود ومتشكرين. الله جزاك الله خير. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا استاذ احمد انديل. الاتصال اخر. استاذة آية. سعيد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ممكن استاذ محمود؟ اتفضلي. ازيك يا استاذ محمود؟ الله يبارك فيك يا اختي آية. بعناك لعودة قناة الرحمة، وبعنا كل العاملين فيها لعودتها. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. وشكرا. جزاك الله شكرا. خير. شكرا جزيلا. تمام، نعود استاذ محمود، انت وجهت رساله مهمه أنا جدا. يعني في نقطه رساله، عشان يعني زي ما حضرتك كنت وضحت زعماء العالم كله بيتكلم على ثوره مصر وشباب مصر. تمام. فانا يعني جمعت. طب خلينا يعني رسائلك للجيش وللشرطه وللشباب عشان ايه نخلص الموضوع وادخل مع حضرتك في نقطه مهمه جدا. رسالة حضرتك للجيش.
ما خلاص انا قلت يعني احيي الجيش والشرطه الجيش والشرطه يعني جزاهم الله خير بموقفهم وتلاحمهم مع الشعب المصري الجيش ويعني موقفه المشرف وطبعا ده ظننا بالجيش يعني تمام. فانا بأحيي الجيش واحيي الشرطه وبقول للشعب كله احنا يد الواحد سواء جيش سواء جميل شرطة. الاقوال التي قيلت بقى في حق يعني الشعب انا لفت نظري يعني اقوال زعماء العالم الغربي المبهورين بهذه الثوره المباركه يعني انا احيي الشباب يعني هقول يعني باراك اوباما مثلا بقول يجب ان نربي ابنائنا ليصبحوا كشباب مصر يعني جمله مهمه جدا يعني ده لا مغزى تعبير دقيق جدا رئيس وزراء ايطاليا بيقول لا جديد في مصر فقد صنع المصريون التاريخ كالعاده يعني فعلا المصريين اصحاب تاريخ وهم اللي بيصنعوا التاريخ رئيس وزراء النرويج يعني اليوم كلنا مصريين يعني حاجه فخر والله رئيس النمسا يعني بيقول شعب مصر اعظم شعوب الارض ويستحق جائزه نوبل يعني ده يعني الاول مره ده لو حصلت ما فيش قبل كده شعب خالص خد جائزه نوبل فشعب صحيح. مصر بس مش عارف يوزع الفلوس ازاي لا هيبقى ممثلين لهم السي ان ان بتقول لاول مره نرى شعبا يقوم بثوره ثم ينظف الشوارع بعد ما هي دي مصر يعني هي دي مصر هو ده الشعب المصري هو ده شعب مصر ولكن عاوزيننا ننطلق ان شاء الله عاوزيننا الشعب عاوز ينطلق والشعب عاوز يشتغل الشعب عاوز يعمل وده برضك دعوه للشباب يا يعني شباب احنا عاوزين نشتغل اي حاجه اي شيء عمل ما دام حلالا يعني ربنا وفوله يعمل وان شاء الله الخير يجي بس وقول اعمله نعم. يعني اعمل الاول وتلتقي الخير جه انا ما اقعدش ولا ده قليله ده مش عارف ايه ده كذا لا خلينا يعني ادخل مع حضرتك في حوار مباشر استاذ محمود واتكلم بلسان المشاهدين ولسان الشباب واقول لحضرتك ان في احنا في مساله ثوره 25 يناير الثوره المباركه زي ما حضرتك بتقول ووصفها فضيله الشيخ محمد حسان وكثير من العلماء المخلصين اللي شاركوا في ثوره 25 يناير خلينا اقول لحضرتك يعني وده اللي بنسمعه كتير من في الشارع يقول لك ان في كتير من الدعاة في وادي والواقع في وادي اخر كتير من المشايخ الذين يتحدثون دائما عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم هم في وادي وواقع الامه في وادي اخر راي حضرتك في الكلام ده ايه والله انا بدايه زي ما قلت لحضرتك انا يعني ماليش راي ولكن انا من وجهه نظر من فقه الواقع وجهه نظري الضيقه جدا اللي انا ما لا اعتبرها يعني ملزمه لاي احد ده وجهه نظر انا الشخصيه يعني انا يعني قلت للشيخ محمد في بدايه الازمه والشيخ كان برضو قعد مثلا كام يوم كده حزين جدا وفي البيت يومين بالضبط يعني ومش عاوز يكلم حد واتصل عليه ما يردش عليا اروح له مش عاوز يكلم سيبني لوحدي انا ما حدش كلمني لان كان الشيخ يعني منهار جدا ومنفعل جدا ويقول الضغط حاسس ان انا دماغي هتنفجر فيعني بقيت عاوز الشيخ يعني لازم يكون له دور ولازم يشارك ولازم مش لازم تهدئه الشباب ده وتوجيه النصح له وانا دايما قلت له يا شيخ محمد لو لم يكن للعلماء دور في هذه الفتنه والمحنه هيبقوا دوركم امتى؟ يعني انا حزين كل الحزن احنا عظيمه بيمر بها البلد كله طبعا البلد ومصر يا اخي هي قلب العالم الاسلامي يعني مصر قلب العالم الاسلامي والبوابه الحقيقيه للاسلام مصر وبفضل الله مليئه بالعلماء الصادقين والعلماء الربانيين صحيح فانا قلت له يا شيخ محمد لو ما كانش للعلماء دور في هذه المحنه هيبقوا لكم دور امتى؟ ما انا شايف بصراحه لابد يخرج كل الدعاه يعني كل الدعاه يخرجهم ويهدوا الشباب ويتكلموا مع الشباب ولازم ينصحوا الشباب ويوجهوا الشباب يعني لو ما الشباب المشايخ مش ما لو مش هيوجهوا الشباب في هذه المحنه هيوجهوه امتى؟ ازاي امتى يعني في الرخاء؟ لا مش عاوزه ما هو ده برضه كان وجهة نظر صحيح يعني انا عاوز اقول للمشايخ وانا حزين جدا ان دايما واخواننا طلبة العلم وبعض الدعاة اللي دايما انا بسمع منهم وبتجيلي رسائل اللي دايما يعني يلوم على الشيخ الفلاني انه عمل كذا والمفروض كان يعمل ده وجهة نظرك انت يعني لا تلزمني بيها انا يعني وما ينفعش ان انت تسفه راي اخر لعالم او داعية مجتهد او كذا
كله له وجهة نظر، كله له وجهة نظره زي ما الشيخ يعقوب قال. الشيخ يعقوب قال أنا أقعد في البيت، خلاص دي وجهة نظره يقعد في البيت. الشيخ محمد خرج، والشيخ محمد عبد المقصود خرج، الشيخ نشأت خرج، الدكتور محمد المقدم خرج، مشايخ كبار خرجوا، خلاص ده وجهة نظره. وشباب السلفيين كانوا موجودين في ميدان التحرير. يا أخي أنا الآن ما لا أحب أنا موضوع السلفيين وإخوان وتبليغ. يا أخي إحنا كلنا مسلمين. ما أنا مش عارف ليه التفرقة دي والفرقة دي والتشرذم الغريب. إحنا مسلمين يا جماعة. يعني أنا مش والله أنا معلش أنا دايما ببقى حزين إن لما بسمع الكلمة زي دي يقول لك مش عارف إخوان سلفيين تبليغ. أنا مسلم يا أخي، بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. جميل. خلاص مش عارف ليه بنتحزب ونتقوقع وما شاء الله ما إن ما يعني. جميل. طب أنت رايح رأيك في إيه؟ يعني أنا كنت بقول مع مشايخنا وعلماء الأزهر، أنا بقول بتمنى أننا يعني نرى يوما كل الفئات كل المذاهب كل وجهات النظر المختلفة يكونوا قاعدين مع بعض من أجل أن نتحد وتتحد الأمة ويتحدد هدف ويكون هناك هدف محدد ألا وهو وحدة الأمة الإسلامية. والله يا زملهم يعني أنا شايف أن هذه المحنة إلا أن تجمع الأمة والعلماء هيتجمعوا إمتى؟ أي كل واحد يسيب رأيه، كل واحد يتنازل، التجرد التجرد لله عز وجل. يعني كل واحد يسيب يعني ما يمشيش رأيه ويقف يا أخي اسمع الآخر، ولو رأي الآخر هو يعني صواب خلاص، وانت حتى لو موقفك اسكت تتكلمش. صحيح. فيعني يا ريت أتمنى الله عز وجل يا رب. اللهم أمين. هنستقبل اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا اخت رانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله على عوده قناه الرحمه، والله العظيم حضرتكم ما تتخيلوش السعاده اللي احنا فيها لعوده القناه. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم دايما. والله العظيم عوده قناه الرحمه لينا كعوده الروح الى الجسد. الحمد لله. اقسم بالله كعوده الروح الى الجسد يا شيخ، ربنا يبارك فيكم. ربنا يكرمك. والله العظيم انا كنت ليا دعوه كنت دايما ادعيها على السبب في قفل القناه، كنت بقول يا رب اللي حرمنا من قناه الرحمه احرمه من الرحمه دنيا واخره. والله العظيم دي كانت دعوتي. ربنا يبارك فيكم وما يحرمناش منكم دايما ابدا. وسلامي للشيخ محمد حسان. جزاك الله خير. يكفي بس والله كنا بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله والله ونعم الوكيل في كل من قناه جميع القنوات الاسلاميه. ربنا يبارك فيكم ما يحرمناش منكم ابدا. ربنا يكرمك يا اختي وجزاك الله خير. لو سمحنا عايزك بس ثانيه واحده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا مرحبا يا بنتي الكريمه. انا بحب وانا بحبك بحبك قوي. ربنا يكرمك وربنا يبارك فيك ويجعلك من الصالحات. بحب الشيخ محمد حسان. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا زحرك يا ابي. يا مرحبا. ازيك يا محمد؟ زحرك يا بابا. اخبارك يا محمد؟ ايوه. سلام الكبير لعم ملهم. تسلم يا غالي. وهن ابي وهن ونفسي وهن كل مشاهدي قناه الرحمه بعوده البث المباشر لقناتنا الحبيبه. ماشي يا محمد جزاك الله خير. الذي اسال الله ان يحفظها من كل سوء. امين. ويجعلها دائما في رقي وازدهار. امين. واسال الله ان يحفظكم وبارك لكم. أمين. واحيي شباب الثوره واعزي اهل شهدائها، واسال الله ان يغدهم أن يغفر لهم ويجعلهم فسيح جناته. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. السلام عليكم. أهلا وسهلا أخ محمد. ازي حضرتك يا أستاذ ملهم؟ الله يكرمك. ازي حضرتك يا أستاذ محمود؟ يا مرحبا يا أخ. الله يكرمك. أهلا وسهلا حضرتك وألف مبروك. الله يبارك فيك. أستاذ محمود بقى طالب منه حضرتك يعني ترتب لنا شوية برامج تقول لنا مع العلماء طبعا إن شاء الله هنعمل إيه في الفترة الجاية. يعني جميل. انا امبارح كلمت استاذ ملهم قلت انا ما اشتركتش في مظاهرات ولا طلعت ولا رحت لان المتطلبات مشروعه وكل حاجه، بس احنا عايزين متطلبات زي ما تكون دينيه، تكون اولا دينيه تنفع الدين وتنفع الوطن ان شاء الله. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، ولو اني كنت زعلان من الاستاذ محمود يعني في رمضان اللي فات في بعض العلماء ما كانواش موجودين زي الشيخ عبد الوحيد دالي والشيخ عبد الله الحنبلي وبعض المشايخ والشيخ الزغبي اللي اختفى فجاه من تاني حلقه، انت واخد بال حضرتك؟ فبس انا خلاص يعني انا مسامح الاستاذ محمود لعله يكون في ضغوط احنا مش عارفينها.
النقطة الثالثة حضرتك بسأل امبارح سألت والنهاردة بأكد اهو فين الشيخ محمد الزغبي ونفسنا نشوف الشيخ محمود المصري والشيخ أبو إسحاق الحويني والله ولي التوفيق والسلام عليكم. أستاذ محمد نعم أنا عايز أقول لك حاجة هي أنا بقول لك كل القنوات الدينية رجعت الحمد لله يعني مش قناة الرحمة فقط أيوة الحمد يعني لله. كل القنوات الدينية رجعت بفضل الله سبحانه وتعالى كل قناة عايزة برضو تختص بعلمائها وبمشايخها من أجل أن يعم الخير لكل الناس امين ودي نقطه الاستاذ محمود هيتكلم فيها حاضر ان شاء الله بس طمنا لان هو الشيخ الزغبي كان موجود على القناه مره واحده الشيخ الزغبي فوق راسنا وكل مشايخنا فوق راسنا طبعا ربنا يجزيكم خير شكرا جزيلا الاخ محمد طب جميل ناخد اتصال اخر طيب نعود استاذ محمود اسئله مهمه جدا خلينا الاول في يعني احنا طبعا في خريطه هنعلنها قريبا ان شاء الله تبارك وتعالى شكل جديد ان شاء الله تبارك وتعالى وبرامج متميزه وتواكب الحدث باذن الله تبارك وتعالى وتواكب واقع الامه الذي نحياه ده قريبا يعني نسيب مفاجات القناه في اعلان الخريطه باذن الله هو ان شاء الله يعني انا يعني حب اوضح للساده المشاهدين ان شاء الله يعني في الايام القليله القادمه سوف نعلن عن الخريطه البرامجيه للقناه وبفضل الله فيها مفاجات كثيره وشكل جديد ويعني برامج جديدة وبرامج هادفة بحيث يعني والأخونا الكريم محمد ربنا يكرمه بفضل الله الشيخ محمد يعني بيعد الآن لموضوع مهم جدا وماذا بعد الثورة أيوه. وبفضل الله إحنا يعني برضو القناة سوف تتبنى هذا الفكر في الأيام القادمة لأن إحنا مطالب مننا أنا قناة الرحمة أشياء كتيرة جدا أيوه. وهو يعني بصراحة يعني أنا أركز كل الدعاة تركز على الأخلاق والسلوك المعاملات أي. يعني أخلاق سلوك معاملات أنا شايف لو بفضل الله تعالى يعني أنا كمسلم لو بقى فيه سلوك فيه معاملة فيه أخلاق سوف يعني ترى حياة ما شاء الله صحيح. يعني فعلا يعني تحاكي الجيل السابق وان شاء الله وده اللي يكون باذن الله ان شاء الله وفي مفاجات عديده ان شاء الله وطبعا يعني انا بقول لاخونا محمد يعني كل الدعاة يعني نحبهم في الله ونكون لهم كل احترام وتقدير طبعا طبعا ولا يوجد يعني بيننا وبين اي داعية على وجه الارض اي خلاف فضل الله ومش بالضروره اننا النهارده الشيخ فلان عندنا ولو الشيخ فلان مش موجود عندنا ان يبقى في خلاف معاه او ما بيظهرش ليه عندي أيه. لان ما شاء الله اللي يعني اللي احنا عندنا قد ايه كام ساعه في اليوم ومين اللي كان بيظهر قد ايه فلازم يكون في تغيير دماء مشايخ وممكن يكون داعيه بيعطي معايا بوجه وممكن نروح قناه اخرى تلتها افضل مكان عندي صحيح صحيح فده شيء طبيعي جدا صحيح وعندنا أمثلة كثيرة يعني شيخ بيبقى في قناة أخرى وبجيبه عندي بفضل الله تلتها الناس شايفاه بوضع تاني خالص فأنا بقول لأخونا محمد يعني الدعاء جميعهم كلهم ربنا يبارك فيهم جميعا وكل واحد له جهد وكل واحد له دور وما شاء الله القنوات ما شاء الله ربنا يبارك فيهم جميعا قناة الناس وقناة الحكمة وقناة الحافظ وقناة صفا وقناة الصحة وقناة الخليجية والخليجية يعني ربنا يبارك فيهم جميعا والكل شغال والكل بيعمل والكل فيهم دعاء يعني لو الشيخ محمد الزغبي في الرحمة الشيخ فلان محمود المصري في الناس الكل لابد ان يكونوا يعني فيه حتى يبقى فيه تنوع بس ان سبحان الله السؤال ده دايما لما حضرتك بتطلع الهواء دايما بيتكرر نعم وانا عايز حضرتك تكرر كلمه حضرتك قلتها كلمه مهمه جدا ان ما فيش خلاف بينك ولا القناه خلاف بين القناه وبين اي احد من الدعاة والعلماء لا أنا على وجه العموم يعني انا بس احنا بس المشكله ان احنا بنقعد يعني ناس كتير بتقعد تحور الكلام للاسف ان طالما مثلا الشيخ فلان مش موجود على القناه يبقى في ازمه بين القناه وبين هذا خالص الشيخ خالص خالص بفضل الله كل الدعاة يعني انا شخصيا اكن لهم كل احترام وتقدير واحملهم فوق راسي أيوة. وانا يعني بقول دايما خادم لاهل الدعوه والدعاة واهل الدعوه فبفضل الله انا لا يوجد بيني وبين اي احد اي شيء بالعكس ولكن هي بتبقى امور لابد ان يكون موجود في قناه الناس فلان هنا في الرحمه كذا في قناه الحافظ احنا بنكمل بعض طبعا يعني هو زي يعني ما الشيخ حسان قال في كلماته اول امس ان هو دعا كل القنوات ان يبقى في اتحاد بينها ويبقى في ترابط بينهم وفي تواصل وتشارك وتعاون بين كل القنوات ولكن طبعا وهذا موجود بالتاكيد بفضل الله سبحانه وتعالى ولكن كل قناه دايما بتحب ان هي تبقى تختص بمجموعه متميزه من العلماء بترى ان دول يعني العلماء دول او الدعاء دول موجودين لما بيبقوا على القناه بيبقى حاجه كويسه ان انا مثلا عايز اشوف الشيخ فلان
عايز مثلا اشوف الشيخ محمد حسان اشوفه على قناه الرحمه، عايز مثلا اشوف مثلا وليكن الشيخ محمود المصري اشوفه على قناه الناس، وهكذا يبقى في تنوع، بحيث احنا برضو انا بركز على نقطه مهمه، احنا الان احبابي الكرام مش المتدينين فقط هم اللي بيتابعوا، هي هم اللي بيتابعوا القنوات الدينيه، لا الامر مختلف، احنا الان واصلين لكل الفئات لكل المستويات لكل الأعمار، فإحنا لازم في تنوع في الأساليب حتى لا تتكرر ونصل إلى حالة الملل لا قدر الله. هناخد اتصال. أيوة. الحبيبنا والمتميز دايما في قناة الرحمة وبرنامج مهم جدا بيأتي أيضا يوم الجمعة، برنامج ترجمان القرآن، والحبيب محمود نصر، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا محمد ملهم، وحيي والدي العزيز وشيخي استاذ محمود حسان. الله يبارك فيك يا محمود، ربنا يكرمك وينفع بيك. حياكم جعل الجنة مثوانا ومثواكم. اولا يعني احب اهنئكم بعوده قناه الرحمه، واحب ابشر الامه الاسلاميه والله شيخ محمود يمكن يوم الاحد 13/2/2011 يعني اتاني كم هائل جدا والله، يمكن مختلف الاعمار. نعم. كثير من الناس والله يبكوا حتى من الفرحه والله ان عوده قناه الرحمه وعوده القنوات الدينيه. الحمد لله، فنحمد الله عز وجل ان عاد الينا قناه الرحمه، واحب اهنئك الشيخ محمود واهنئك ملهم واهنئ نفسي واهنئ الامه الاسلاميه كلها وفضيله الشيخ محمد حسان بعوده قناه الرحمه، واسال الله عز وجل ان يجعلها رحمه للامه الاسلاميه. امين. ربنا يبارك فيك يا محمود، ربنا يبارك فيك يا محمود وينفع بيك، ونجم نجم قناه الرحمه والنجم الصاعد في ان شاء الله في سماء الدعوه. اخونا ابننا مميز، هو مميز بفضل الله، ربنا يبارك فيه ويبارك في والده ووالدته، وان شاء الله محمود يعني يكون له مستقبل ان شاء الله. ما شاء الله باذن الله، هو مميز بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. الفتره السابقه. طيب ناخد اتصال مهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا خاله. ازيك يا استاذ ملهم؟ ازيك يا ام خالد؟ منورين والله باللون البيج ده، باللون الرصاصي. لا انا عايز اقول لك حاجه قبل ما تبداي، بس يعني البدله اللي على البدله دي اللي انا شايفاها جديد. الرحمه في قلوبنا يا ام خالد. منورين. انا بس عايز اقول لك حاجه يا ام خالد، يا ام خالد. نعم. انا الاول قبل ما تبارك لنا، احنا بنبارك لك بان انت حفظتي جزء عامه كاملا ما شاء الله، واخده تقدير امتياز والله يا استاذ ملا. ربنا يكرمك يا ام خالد. في دار اسماء. الحمد لله رب العالمين. شكرا يا استاذ ملهم، انا سعيده جدا والله بقناه الرحمه، وانت عارفين طبعا الاول والاخر ده بيتي. انت عضو اساسي. الرحمه بيتي. عضو اساسي. يعني تمثلوني ولا ما تمثلونيش، لكن انا هي قناه الرحمه بيتي انا. ربنا يكرمك يا ام خالد ويبارك فيك. والله العظيم انا سعيده جدا وسعيده لشعب مصر، وان شاء الله زي ما شعب مصر هياخد جايزه نوبل العالميه ان شاء الله، فقناه الرحمه هتاخد جايزه نوبل باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ربنا يكرمك. لا نريد جائزه دنيويه، ولكن نريد الجائزه ان شاء الله هناخد الدنيويه والاخرويه. يا رب ارزقنا الاخلاص. يا رب ربنا يكرمك. كل سنه وانتم طيبين والف مبروك. شكرا جزيلا يا ام خالد. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. ويعني طبعا لا ننسى ام فارس الوالد ده من المؤسسين. طبعا ربنا يبارك فيها ويديها الصحه. ام خالد وام فارس وام محمد وكل الناس، عشان ما ننساش حد، بس الله يبارك في الجميع. ناخد اتصال مهم ايضا من نجم من نجوم قناه الرحمه وكفايه ذنوب، مولانا الشيخ ايمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير عليك، الله يكرمك. الله يبارك لك يا رب، ودايما مكارم الاخلاق يا رب. يا رب. الاول حبيب قلبي شيخ محمود حسان استاذنا الحبيب، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك، ودايما تطل علينا بالبشريات والخير، وانت بترجع دايما كده منور زي ما انت على طول يا رب. الله يبارك فيك. كذلك انا ازكيك على الله. ربنا يكرمك. ابو رحمه الجميل، الله يبارك لك، عودا حميدا. الحمد لله. مش عارف ابارك عليه على عوده الادب او عوده الاخلاق او عوده الاحترام او نسائم الحريه ولا رياض الجنه. في البدايه والنهايه هي رحمه. ما شاء الله. وبارك على مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. عليه الصلاة والسلام. والله هي جاية كلها مع بعضها. مش هقدر أقول غير كلمتين. قناة الرحمة في القلب، في الله وبالله لها حبي، يا أرض العلم والتقوى، نورا للروح وللقلب، نعلنها دوما عالية، بالحق نسير على الدرب، يا باغي الخير لا تحزن، فالنصر قريب من ربي. صبرت كثير وانا عارف ايه اللي كان بيحصل، وانت كنت بتعملوا ايه بالظبط. اسره كريمه، اقصد اسره الخاصه بتاعت ال حسان،
وأسرة القناة. وأنا أكثر واحد يمكن لامس الأحزان والألام اللي كانت عليكم، لكن ربنا سبحانه وتعالى دائما علمنا إن مع العسر يسرا. ربنا يبارك فيكم وما يحرمنا أبدا من الرحمة للدنيا ولا الآخرة. وبعضهم فرصة أن أنا أدخل بعد الأم الطيبة الجميلة يعني في أخلاقها طبعا، هذا ما أقصد. أم خالد اللي قناة الرحمة ربطتنا بيهم، وفعلا هم عندهم أصل. أنا كنت في مكة والمدينة واتصلت علي هناك عايش في السعودية وقالت لي دايما روح على أي مكان إسلامي أبعت لك فلوس. الحمد لله ما بعتتش ولا حاجة يعني، لأن كان معايا الحمد لله. فهذه الأسرة ترتبط ارتباط عملي مش بالكلام، مش مجرد كلام. الناس دي محترمين فعلا، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. سلام الله عليكم. شكرا جزيلا أخي أيمن، شكرا جزيلا. اتصل آخر. أستاذ علاء أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا أستاذ ملهم العسل. أهلا وسهلا. لأن نحبكم في الله والله، وألف ألف مبروك على القناة والله، وهي نور للأمة الإسلامية كلها والله. بارك الله فيك. وأنا أحب الشيخ محمد حسن في الله والله، والشيخ محمود حسن وعائلة حسن كلها والله. الله يبارك فيك، جزاك الله والله فيه. اللسان يعجز عن الشكر للشيخ حسن والقناة والعاملين على القناة والله. الله يبارك فيك يا أخي، والله وإحنا شعرين بسعادة في الدنيا إن شاء الله، وهتبقى في الآخرة بإذن الله بصحبة الحبيب الرسول يا رب في القناة والقائمين عليها إن شاء الله. الله يبارك فيك، ونسألكم الدعاء بالله عليه. ربنا يسترك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك. يعني هو اللقاء أستاذ محمود ما هو إلا تقديم تهنئة ورسائل معينة لكل أحبابنا في كل مكان. أنا يعني المحاور كثيرة جدا من أجل أن احنا نتكلم فيها، ولكن نترك المحاور ومن أجل الحديث فيها في إعلان خريطة قناة الرحمة بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله قريبا، وقريبا جدا بإذن الله، ونسمع مفاجآت اللي بتقدمها قناة الرحمة واللي تم إعدادها طوال الفترة السابقة، لم يكن في يوم وليلة ولكن في طوال الأشهر التي توقفت فيها قناة الرحمة. ولكن نستقبل مداخلة أيضا معنا الدكتور شهاب الدين أبو زهو. حبيبنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أستاذ ملهم. الله يكرمك ويعزك. بارك الله فيكم وأكرمكم، وحيا الله فضيلة الأستاذ الكريم الأخ الشيخ محمود حسان. ربنا يبارك فيك يا دكتور. وبارك الله لنا ولكم وللأمة الإسلامية ولمحبي قناة الرحمة على عودة البث المباشر، ونسأل الله عز وجل أن يكون متصلا بغير انقطاع. آمين يا رب. اللهم يا رب. آمين يا رب. والله يعني في هذه الفترة يسعدني أن أتواصل دائما معكم عبر هذه الاتصالات، فتتلاقح الأفكار وتنشط الهمم. في أثناء حديثكم الآن، الحديث الموفق الحديث الأخوي ما بين حضرتك وبين الأستاذ ملهم، نعم، تكلمتم عن التمييز بين فصائل العمل الإسلامي، وأن هذا يتعصب لسلفيته وذاك يتعصب لإخوانيته والثالث يتعصب لصوفيته والرابع يتعصب لأزهريته، نعم، والجميع سواء في الإسلام. لعل ما يكونش لخبطت يا دكتور. لا لا إن شاء الله، أنت عصبت الحقيقة في كبدها كما يقال. ربنا يكرمك. فأحب أن أقول يعني مؤيدا ومؤكدا على كلامكم، إن الإسلام كجسد. أيوة. بل الإسلام هو جسد واحد. نعم. ومعلوم أن الجسد يتكون من أعضاء، وهذه الأعضاء تعمل بقدرة الله عز وجل في تناسق. نعم. وتناغم. نعم. وتوافق. نعم. بل حتى الأعضاء ذات العضوين اللي زي اليدين والعينين والكلام ده، ما فيش عين بتعارض العين التانية رغم ان هما الاتنين ايه. نعم. شكل بعض، كل واحدة بتقوم بمهمة. نعم. والودن ما بتختلفش مع اللسان ولا مع العين ولا مع الدراع ولا مع الرجل ولا القلب، فكل عضو من أعضاء الجسد له مهمته. أو أنا بشبه الإسلام بهذا الجسد وأقول أيها السلفي أنت كاليد، أيها الإخواني أنت كاليد الأخرى، أيها الصوفي أنت كاللسان، أيها الأزهري أنت كالقلب، أيها كذا الأنصاري أنصار السنة أنت كذا، أيها فكلنا بنؤدي في مواقعنا. وبيننا نقاط اتفاق ونقاط اختلاف. ونحن الآن في مرحلة ينبغي على العلماء والعاملين في الدعوة جميعا أن يقوموا مقام القائد المنقذ لهذه الأمة من محاولات التذويب والقضاء على شخصيتها وهويتها.
نعم صحيح. القائد الممكن ينبغي أن تسطع هذه النجوم وسط هذه الظلمات الحوالك. النجوم بتطلع في ساعة الظلمة علشان الناس يهتدوا بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. معاك المرحلة اللي فاتت كان فيها اتجاهات حسب الاجتهادات كما ذكرتم، ولكل وجهات هو موليها، وكل اجتهد حتى يصل إلى الحقيقة، ونسأل الله أن يوفق الجميع. منهم من شارك، ومنهم من اعتزل، ومنهم من خالف أو عارض، ولكل وجهة، ويحترم بعضنا البعض الآخر دون تسفيه أو تحقير أو وصف بالعمالة أو الإخوان أو كده. لكني من خلال هذا البرنامج المبارك أنادي على جميع العاملين، وأؤكد، وهذا النداء سبق من قبل، أقول لهم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. التعاطف هنا أن احنا نتلم على بعضنا، والعطف اللي هو الحنو وعلاقة الحب مهما اختلفت وجهات نظرنا. نعم. مهما اختلفت. كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، بلك الجسد الواحد السكاكين كترت عليه. يعني لما العين تشتكي الجسم هيتجاوب معاها، ما بالك الجسم نفسه بيشتكي الان من السكاكين الخارجيه. أيوة. والاسلحه الخارجيه. أيوة. اقصد يعني كل من يحاول تذويب الشخصيه الاسلاميه. صحيح. ولست اعني بالخارجيه يعني جاي من امريكا او غيرها، اقصد كل من يحاول ان ينسخ الهويه الاسلاميه. أيوة. فاقول على علماء الامه في هذه الاونه ان يتخلوا عن بعض العصبيات التي تدفع بعضهم، ولا أقول كلهم، أن يتخلوا عنه وأن يبحثوا عن نقاط الاتفاق، وهي كثيرة جدا. وأنا أنادي الآن عبر برنامجكم هذا المبارك إلى كل من يستمع إلي من مشاهد أو عالم أو داعية، أنادي وأقول أنا الآن بصدد إعداد خطة تحت عنوان ائتلاف علماء الأمة. ائتلاف علماء الأمة برابطة بعلنها عبر قناة الرحمة الآن. ائتلاف علماء الأمة، يعني ائتلاف علماء الأمة يعني كلنا نجتمع بكل أطيافنا وألواننا في المساحات المشتركة. جميل. وأما المساحات المختلف فيها فنتقابل فيها بأدب الاختلاف والود والرحمة. نعم. وأنا على استعداد أن أنا أجوب الأقطار من أجل هذا. لابد أن يكون للعلماء صوتهم في هذا الوقت. فأنادي مرة أخرى، نسأل الله عز وجل أن يجمع شملنا وأن يلم شعثنا. آمين. وأن يرحمنا. آمين. وأن يقوي شوكة العلماء، وأن يحفظ مصر وأهلها. آمين. وبلاد العالم الإسلامي وكل مكرونة سوء. آمين. إلى كل المستمعين والمشاهدين. آمين. من علماء و متعلمين، ساعدوني أيها الإخوة وساعدوا أنفسكم، وتواصلوا معي عبر الهاتف أو عبر الإيميل، ونتواصل بعضنا. لست أقول معي حتى أكون يعني قائدا أو كذا، يتواصل بعضنا مع البعض. لقد زي الشيخ محمد الله يكرمه ويبارك له، محمد حسان، لما بيقول أنا مش مهم مين يرفع الراية، المهم إيه ترفع الراية تترفع. أنا بقول أهو بأنادي الآن، في رابطات كتير بس دي فكرة تانية. ائتلاف علماء الأمة يعني إيه؟ يعني كلنا نلتقي عبر مجمع. وأنا أطرح على حضرتك يا شيخ محمود الآن. نعم. وأنتم بصدد الخطة الجديدة، في حاجة نفسي تتعمل اسمها ندوة العلماء. أنا عارف أخونا الشيخ ملهم قايم بدور كبير قوي في إنه بينوع في كل يعني من يحاورهم، لكن أنا عايز ندوة مثلا شهرية أو نصف شهرية، يوم أخونا ملهم الكريم ربنا يزيده سدادا وتوفيقا، يوم يجمع مفكر أزهري، مفكر سلفي، مفكر كذا، مفكر كذا، وتبقى قضية متفقة وأوراقها معدة من قبل، فيظهر هؤلاء العلماء في القضية اللي غيرنا بيلعب فيها ويوهم الناس إن إحنا مختلفين. يعني كتير دلوقتي أنا سمعت باحث بدرجة الدكتور أستاذ في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، طلع مرة واثنين وثلاثة واربعة عبر القنوات اللي بتبث الفضائية، يقول يجب على علماء الدين أن يتنحوا وأن ينعزلوا عن المجتمع لئلا يفسدوه. بيقول كده، ده باحث لف القنوات. أنا بقول علماء الدين اللي حيصلحهم، بس علماء الدين اللي حيقعدوا يقولوا للناس احنا كلمتنا هي واحدة رغم اختلاف أطيافنا. وأي حد يقول لك ده السلفيين بيقولوا رأي، والإخوان بيقولوا رأي، والنظريين بيقولوا رأي، والصوفية بتقول رأي، والأنصار السنة بيقولوا رأي. احنا عايزين نجيب القبائل الساخنة ده ونعمل ورقة مشتركة قبل ما نطلع تحت عنوان ندوة العلماء تتبناها قناة الرحمة، تتعرض عليهم الموضوعات، نهم نتفق على صيغة، نطلع قدام الناس بهذا المظهر الحضاري، نجمع فكر الأمة. أسأل الله أن يرفع راية قناة الرحمة. آمين. وأن يجعلها رائدة في كل خير. آمين. وأن يجعلها عونا لائتلاف العلماء وجمع كلمتهم فيما ينفع الأمة، وأن يوفقنا وإياكم لصالح ديننا وديننا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا دكتور شهاب، موفق دائما إن شاء الله بطروحاتك يوميا
وفي هذه الأزمة أطروحات جميلة وبنسير عليها دايما. ربنا يبارك فيك يا دكتور شهاب. اتصال آخر. السلام عليكم. الحاجة أم فارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا أستاذ ملهم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. وحيا الله رجل الساعة الأستاذ محمود حسان. الله يكرمك. وفعلا فارس قناة الرحمة. ربنا يكرمك يا أم فارس. ومش هتنزل عن اللقب ده يا أستاذ محمود. ربنا يكرمك يا أم فارس. والله والله أطلقت الأنوار وعودا حميدا. ربنا يكرمك يا أم فارس. والحمد لله يعني الذي كرمنا بعودة قناتنا الحبيبة قناة الرحمة وكل تحقيقاتها. بفضل الله. الحمد لله. والحمد لله الذي استجاب لدعاء أحباب الرحمة. الحمد لله هذا دعاء الصادقين أمثالك يا أم فارس. ربنا يبارك فيك والله. ربنا يكرمك. ربنا بهني نفسي وبهنيكم وبهني فضيلة الشيخ محمد حسان وكل مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان يعني لعودة البث المباشر لذرة القنوات الفضائية. والله الفرحة تملأ القلوب والدموع والله لا تنقطع. الحمد لله. اللهم لا تحرمنا من نور الرحمة واجعلها دائما منبر لإعلاء كلمة الحق. آمين آمين. جزاك الله خيرا. كل اللي عملته أنا يعني طبعا مع يعني واضح المجهود اللي عملته في رجوع البث ربنا يجعله في ميزان حسناتك أستاذ محمود. والله ده مش مجهود والله. ربنا يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله وهذا العمل شاهد ليك لدخولك الجنة بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. بهني أبنائي القائمين والعاملين في قناة الرحمة وكل أبنائي في كل مكان. جزاك الله خير. ربنا يكرمك. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا مفارس. جزاك الله خير. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ممكن احكي مع الشيخ محمود حسان؟ تفضلي. تفضلي. مرحبا الشيخ. يا مرحبا يا اختي الله يكرمك. انا حي الاردن. اهلا بيك الله يكرمك. بدي احييكم كلكم حول ولا قوه. تحياتنا لاهل الاردن وربنا يكرم العربيه. ربنا يبارك في الجميع. اهل الاردن ناس اوفياء وناس رجاله. ربنا يبارك فيهم ويحفظ الاردن ويحفظ كل بلاد المسلمين. اللهم امين يا رب. اللهم امين. في النهايه ماذا تقول استاذ محمود؟ أقول للمشاهدين جزاكم الله خير على وقفكم ودعائكم يعني الذي لا ينقطع تجاه القناة. وبقول لهم جميعا بنحبكم في الله وجزاكم الله خير ولا تنقطعوا عن الدعاء إن ربنا يعني يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ربنا يبارك فيك. وطبعا يعني أنا رسالة أخيرة برضو أحب أوجهها لإخواننا العاملين في قناة الرحمة إن ربنا يكرمهم جميعا وبفضل الله يعني هم كلهم كلام مكرر إخوة أفاضل جدا. الكل يعمل بروح الجماعة. الكل يعمل بيد واحدة وبفضل الله تعالى يعني أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وإن شاء الله في إلى الأمام دائما وإلى رفعة قناة الرحمة في الأيام القادمة إن شاء الله بالبرامج وبالديكورات الجديدة وبالاستوديو الجديد إن شاء الله. ربنا يقدر خير. متى يوصلنا إن شاء الله؟ قريبا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام انتظروا مفاجآت قناة الرحمة بإذن الله تبارك وتعالى خلال الأيام القادمة. هنشوف برامج جديدة، هنشوف استوديو جديد وشكل جديد وحاجات تواكب العصر إن شاء الله مع استمرار منهجنا الذي تعودنا عليه وأرساه منذ بداية البث الفعلي لقناة الرحمة. أرساه فضيلة الشيخ محمد حسان المنهج الوسطي المنهج المعتدل. يعني إن شاء الله هنشوف جديد إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى مع استمرار أساتذتنا ومشايخنا وعلمائنا الثقات يعني اللي دايما بيظهروا معانا وبنتعلم منهم على شاشة قناة الرحمة. وربنا يبارك في الجميع ويبارك في كل علمائنا وكل مشايخنا وكل أساتذتنا هنا في قناة الرحمة وفي كل القنوات التي تبلغ عن الله وعن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ محمود حسان مدير عام قناة الرحمة. شكرا جزيلا استاذ محمود وسعداء بحضرتك ونسعد بك دائما ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا وان احبك في الله. احبك لزحتنا فيه. ربنا يبارك فيك استاذ محمود. ايضا مشاهدينا الكرام الشكر والتقدير لكل من شرفنا في هذا اللقاء المفتوح على مدار اليوم وامس بفضل الله تبارك وتعالى. ايضا انتظروا مفاجآت في الايام القادمه الى حين عوده البرامج المتميزه ان شاء الله. في نقطه مهمه بس يعني ربنا ذكرنا بها الان. نعم. يعني معلش احنا نستسمح المشاهدين الكرام يعني قبل الحلقه مباشره اتصل بي الحاج حافظ سلامه ايوه يعني المجاهد قائد المقاومه الشعبيه راجل المخلص ويعني سبحان الحمد لله ان ربنا ذكرنا بها لان كنت وعده ان لازم اقول
يعني ويسامحونا اخواننا المشاهدين يعني ان يوم الخميس الحاج حافظ انطلاق يوم الخميس القادم الخميس القادم ان شاء الله يعني عامل احتفال كبير جدا في مسجد الشهداء بالسويس ويحضره قائد الجيش الثالث الميداني بالسويس وسوف يقوم بتوزيع وايضا يحضره الشيخ محمد حسان وسوف يقوم بتوزيع مبلغ مالي 50,000 جنيه على أسر الشهداء من السويس فيوم الخميس جميل. الجاي إن شاء الله وأخبرني أيضا أن في الجيش الثالث الميداني يعني عامل يا برضك أيضا جوائز لأسر الشهداء في الثورة بمحافظة السويس وده طبعا ظننا دايما بالحاج حافظ سلامة هذا الرجل يعني الرباني الذي يعمل لله عز وجل ثم لحبه الجم لهذا الوطن لمصر جميل. وهو قائد المقاومة الشعبية بالسويس ومحافظة السويس كلها يعني نكون لها كل احترام وتقدير يعني هذه المحافظة يعني دائما الشيخ محمد بدأ فيها ولها معزة خاصة عند الشيخ محمد وعندنا شخصيا نعم يبقى جميل. بأهلها بشعبها الكرام يعني يبقى 50,000 جنيه لكل شهيد في نعم. محافظة السويس يوم الخميس يوم الخميس القادم إن شاء الله بعد العشاء في بعد مسجد الشهداء في مسجد الشهداء بالسويس المسجد معروف والحاج حافظ السلام معروف في السويس إن شاء الله نسعد بهذا الاحتفال والاحتفالية المباركة تكريما وتقديرا للشهداء يعني الذين ضحوا بأنفسهم من أجل هذا التغيير والأجمل الأجمل برضك في هذا معلش سامحني أن هذا التكريم تحت رعاية الجيش الثالث الميدان ما هو ده اللي بقول التواصل يعني. الجميل نعم. إن شاء الله تعم هذه الرسالة ويعم التواصل والتعاون والتشارك والألفة بين الجميع بين كل الفئات بين الشعب والجيش ونتمنى أن تعود الروح التي كانت موجودة من قبل بين الشعب وبين الشرطة نسأل الله تبارك وتعالى ذلك من أجل أن تعود مصر الحبيبة كما كانت من قبل نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أمين وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أمين مشاهدينا الكرام كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن القناة بعون ربي باقي